القوة الجوية. زين، أثر غياب أيوب أوديشو اليوم بقيادته للقوة الجوية أثر على مستوى الفريق كابتن علي؟ هو الكابتن قادم للمباراة، أول شيء أتمنى له الصحة والعافية وطول العمر إن شاء الله. هو قادم المباراة من خلال الشاشة والتليفون. طبعا شوف اكو مدرب شخصيته وثقله يعني من على الخط يعطي اطمئنينه، يعطي دافع للاعب داخل الملعب، طبعا ياثر. لكن شنو يعني قادها بالموبايل؟ يعني ما افتهمت. هو كان بالمستشفى الكابتن، فمن خلال التلفزيون وبعض الامور يتصل هو يطلب توجيهات؟ لا يعني يتصل اكو امور يعني يتصل بهم بعض التوجيهات يعطيها للكادر المساعد. مهما كان يعني وجود المدرب طبعا حافز بمنطقة المدربين، حافز هو يشكل حافز لله. طبعا طبعا اكو مدربين محمد يمكن يدري، اكو مدربين يلعبون على اكو لاعبين يلعبون على مدربين يحب المدرب من يشوفه بالملعب ويشوف تصرفه، يعني حافز إلى داخل الملعب. فالكابتن ايوب إلى يعني إلى اتمنى له السلامه. أيوة اكيد. وشنو الوعك الصحي؟ هو شويه عنده يشكي من ظهره، فياخذ دواء مال المفاصل، وهو من نوع الملتزم بالاكل، اكله صحي، فلذلك اثر على معدته. وهاي كثرة السفر وقاعدة بالمنشأة وطريق الأكل يلعب دور، تدري يعني هو ما قلت لك هو من النوع الملتزم بالأكل، ما يأكل الأكل المطاعم وما يأكل ذن الأمور، فلذلك أثرت عليه وياخذ علاج. زين، قيادة حمزة هادي ورزاق فرحان للمباراة.